شباب عاملين يا رب تكونوا بخير. من زمان وانا نفسي اعمل الفيديو ده، فيديو يمكن يكون حاجة كرياتيف. تمام، هو عبارة عن انك هتشوف انت عايز ايه. مثلا عندك سؤال، عايز حاجة تعرفها مثلا في اللعبة، عجايب، حاجة تخص العجايب، حاجة تخص الفخاخ، موضوع حابب تحكيه، حصلت معاك مثلا حوار، قصة كده في اللعبة، بس تكون قصة حلوة كده تشدني يعني، عشان خاطر يبقى الفيديو حلو، فاهم؟ ف التعليقات قدامكم، تمام، كل واحد يحط اللي في نفسه، تمام، وهجمع 20 تعليق، 20 تعليق، منهم قصص ومنهم شرح. يعني هيبقى منهم مثلا موضوع حصل لك غدراية مثلا، وانا بصراحة يعني انا حصل معايا برضه حوار، تمام، بس الحوار ده حصل معايا مش في تحالف عربي، في تحالف هندي، والحوار كان اشبه بان هو يعني كأني في تحالف عربي بالظبط، بس كان المود مختلف. يعني الانديان براذر مش زي العرب. يعني الانديان براذر اي نعم ممكن يغدروا بيك، بس هتظل انت الهيرو بتاعهم، انما العرب جه واحد قطعة بطل زيادة عنك، خلاص يرموك في الزبالة، يمسكوا في القطعة بطل. جه واحد قطعتين يرموا ابو قطعة في الزبالة، جه واحد 5 قطع يرموا ابو قطعتين في الزبالة، جه واحد فول تشامب يرموا ده في الزبالة، جه واحد ماكس 12 يروح رامين الفول بطل في الزبالة. مع احترامي للنيوتن وتفاحته، الجاذبية هنا قرب على العين، مع احترامي لأي بن في العالم، ده اللي بيظبط مزاجي. طز في استاد القاهرة بيسيع كام؟ 150,000، القلب ده يسيع 300,000. مع ان ممكن يكون الفول بطل ده محترف عن الفول ماكس 12، بس هم مقتنعين ان له هيبة يعني. تمام، فعندكم التعليقات، ادينا قصص. وبالنسبة للقصة الرعب اللي بعتها لي يعني واحد من المتابعين، القصة دي يا جدعان انا صورتها، بس لحد دلوقتي ما منتجتهاش او ما اشتغلتش عليها، لان انا مش عايز اللي هو ايه ارعبكم، بس انا قلت الجو شتاء والرعب في الشتاء حلو، بخصوص لو انت مطفي النور واخد بالك انت ومستغطي، واخد بالك انت تحت البطانية، وتسمع لك كده حاجة رعب تسيب اعصابك عشان تعرف تنام، عشان ايه تعرف تنام. تمام، و بس انا قلت ايه لو انا عملتها يعني ظبطتها وعملت بتاع. الواد بعت لي فيديوهات، الواد بعت لي فيديوهات وصور للاماكن اللي هو حكى فيها، يعني اللي هو كان فيها اللي بتحصل له فيها الحاجات الغريبة دي. تمام، ف وهو قال لي ان الحاجات دي منشرهاش، وفي نفس الوقت انا عايز انشرها للمصداقية بس مش اكتر. يعني انا عايز انشرها عشان خاطر يبقى فيه مصداقية، ف مش عارف انشرها ولا ما انشرهاش. في نفس الوقت عايز انشرها واحاول اغطي على الحاجات يعني، في نفس الوقت برضو مش عايز، فمحتار يعني، محتار عشان بس المصداقية بس مش اكتر. وهو يعني قال لي ما تنشرهاش، قال لي بس انا عايزك انت اللي تصدق، مش مهم الناس. قلت له طب انت عايز نحكيها للناس وفي نفس الوقت مش مهم الناس ازاي؟ فممكن يجي واحد براس مربع يقول لك دي فيك، مش هيصدق الكلام ده. اقول له حقه يعني، حق براس مربع حقه ان يقول لك ده فيك وبتاع، هي كده كده اصلا قصة يعني. تمام، فجايز تكون متفيكة يعني، بس بصراحة الفيديوهات اللي هو بعتها لي والصور يستحيل تكون متفيكة يعني، ده واقع يعني. الواد ممكن يكون نص الكلام اللي بيقوله مش صح، بس النص التاني مستحيل يكون فيك، لان الفيديوهات اللي بعتها لي والصور ما تطمنش يعني. الموضوع فعلا غريب ومريب، ممكن تكون القصة دي يعني ضرت الواد جامد، لان الواد يعني بقاله فترة ما بعتليش وغير اسمه في اللعبة. المشكلة ان في ناس بتبعتلي رسالة واجي ارد عليها الاقيه غير اسمه، فانت وتيجي تقولي في التعليقات ما بتردش علينا ليه؟ طب انا يا بني ادم انا باجي ارد عليك الاقيه غيرت اسمك. ده في ناس بتغير اسمها في اليوم 20 مرة، مرة يسمي نفسه زغلول، زومبا، كرومبا، اي اسم ابن كلب يسميه ويغير اسمه، مينفعش.
لازم يكون عندك اسم ثابت. انت ما ينفعش كل شويه تغير اسمك في البطاقه، ما ينفعش. فانا ما ينفعش كل شويه اتكلم مع واحد الاقيه غير اسمه، يعني تخليك دغري عشان الشمال مغري يا صاحبي، تخليك دغري عشان ايه؟ الشمال مغري. وبس كده شباب، الفيديو عندكم، التعليقات عندكم، ادوها تمام عشان الفيديو اللي جاي هيبقى طويل طويل كده كله، فاهم؟ هنشوف التعليقات ونشوف الخبايا تمام، واقول لكم برضو على قصه كده جانبيه حصلت لي بعيد عن لوردس يعني، بس القصه دي ايه، قصه كلها ايه، دعس 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 ليفل الوحش. بس كده يا شباب، اشوفكم فيديو جديد ان شاء الله، يلا سلام. I am you.